السلام عليكم اخوتي، كنبغيو التحيه ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج، كنبغيو التحيه ديالنا من هذا المنبر. وانتم عارفين القصه ديالنا اخوتي، القصه ديالنا اللي عاودنا على الوالدين، هذا هو الكمال ديالها. غنكمل لكم على القصه ديال الوالدين، هضرنا على الوالده بزاف في هذه القصه اللي فاتت، وهذا هو الكمال ديالها. هذا الكمال ديالها، هضرنا على الوالده بزاف، وغنكمل لكم على الوالد باش كنكملوا الحلقه ديالنا ديال الوالدين، والله يسمحنا منهم، الله يسمحنا من الوالده ويسمحنا حتى من الوالد، والله يغفر لنا جميعا اخوتي. قلنا لكم الوالده ملي كتكرفص مع ولادها وما خلت ما عملت على ولادها من اجل ولادها، هذه عملت بزاف الحاجات، كنجيو من الاب. هذه باش كنكملوا لكم على القصه ديال السجون، ديال الناس اللي داخل السجن، وعدد الناس معنا داخل من اجل ولادهم. وغنعاود لكم على الابات اللي كيجيو للحبس من اجل ولادهم، كتسخسي كتجبر من اجل ولادو. شحال من واحد كيبيع المخدرات كيدخل في شي عالم ماشي ديالو من اجل ولادو. شحال من واحد نصاب كيجي للحبس ومحكوم من اجل ولادو. شحال من واحد كيكذب باش يجيب المصروف لولادو. وبزاف الاباء كتعرف كيتحملوا المسؤوليه اللي كيكونوا باقي ما تجوجوا، وحين كيتزوج كيدير المراه كيقول لك انا تزوجت ودرت عقلي وبعت من كل شيء. هو في نفس الوقت بوبري ملي كيتزوج وكيبدا يعمل في الولاد، كيبدا يخلقوا له مصايب وعراقيل في الحياه ديالو اللي ما كيكونش كيعرفها وما كيكونش يقدر يعملها. شنو هو؟ هو المصروف، هو الصرف، وباغي ولادو ما يجوعوش، وباغي ولادو ما يمرطوش، وباغي ولادو يكونوا احسن من ولاد الناس. وديما بنادم على ولادو كيعمل بزاف الاشياء، هو الاب اللي ما هضرناش عليه في الحلقه اللي فاتت، هضرنا على الوالده بزاف اللي كتفشح ولادها وكتعطي بزاف امكانيات لولادها باش كيقولوا الناس. وبزاف ديال الشباب كتجبرهم كيهضروا على الوالده بالحق، ماشي نهضروا نعطيو الحق على الوالده، الوالده فعلا عندها حق كبير بالحق. نجيو نشوفوا الوالد، نجيو نشوفوا الوالد شنو كيوقع. الوالد راه بزاف الحاجات كيوقعوا له اللي ما كيعرفهم حتى واحد. الوالد كيهز واحد العيب كبير وكيهز دقه كبيره، والضرب لا والد ما فيها والو، ضروري يكون الوالد. الوالد هو العمود الفقري ديال الاسره، الوالد هو كل شيء في الاسره. ولو كاين الوالده، والوالده مقدسه معززه مكرمه، باش بالله وبالوالد ديالنا اللي عايش معانا، اللي كيصرف علينا، واللي كيكرينا، واللي بزاف، واللي كيجيب لنا ما ناكلو ونشربو. راه الغابه بلا سبع راه ما فيها والو اخوتي. هاد الوالد هذا خصكم تهلاو فيه بزاف وتخمو فيه بزاف، على حساب ياش بزاف الناس ما كيديو ما كيجيبو في هاد القضيه ديال الوالد. الهضره جوج، الوالده، الوالده فعلا الوالده، قلنا لكم الوالده اخوتي ما عندك ما تقول فيها، فعلا حنينه وكريمه وكتغطي على ولادها وكتستر، واخا يكون عيوب واخا يكون كذا ما كتبغيش تهضر بالحق. الوالده اخوتي لاحظنا داخل معنا في السجون، كاين الوالد ما عمره عمل شي حاجه تا دار ولادو، فهمتيني اخوتي؟ العيب اللي وقع له في حياته تا دار ولادو، دار ولادو ولا كيكذب، هذا الاب ولا كيكذب. واخا كان بلا ولاد ما كانش كيكذب، كان انسان بشكل حق، ملي دار ولادو ولا يكذب من اجل ولادو، فهمتي اخوتي؟ ولا كيعمل بزاف الاشياء من اجل ولادو، باش يعيش ولادو وباش يحن على ولادو وباش يحضن على ولادو، بزاف الحاجات اللي ما كيعرفوهاش الناس. وهذا الاب هذا اللي حنايا نسيناه او يمكن ما كنهضروش عليه بزاف، راه ضروري خصو يكون في الحياه وضروري يكون في هذه القصه. حنا عاودنا لكم القصه الاوليه بزاف، الوالده هضرنا عليها، وفعلا الوالده انا قلنا لكم بالحق الوالد اللي ما كيبانش بزاف د الحاجات عملو من الوالد من اجل ولادو. خصك تعرف واحد الحاجه وليدي، من نهار اللي هو تزوج الوالده راه كان عاه هو وياها، ومن نهار اللي تعرف عليها كان عاه هو وياها، ما كنتيش انت ولا هي عنده ولد ولا بنت او عنده شي حاجه، كان هو العشيره ديالو. مني تزاد تنتينه تزاد الحمل عليه، كان عنده المصروف ديال مدام ولا ديال مدام وبنه وبنه، ولات اندان ثلاثه د الناس. مني تزادت له البنت ولاو اربعه د الناس، والحمل كيبدا يتقل. وانسان اللي ما عندوش امكانيات وما عندوش مثال شي خدمه مرسمه، ولا ما عندوش ماندا، ولا ما عندوش شهريه مرسمه، او ما عندوش املاك، ولا ما عندوش كذا، اجي تشوف كيوقع له في هذه الحياه. كيولي يكبر الحمل على بنادم، كيولي ما كانش كيكذب، حنا قلنا لكم كيكذب، ما كانش كينصب، غيولي ينصب من اجل ولادو اخوتي. هتشوف بنادم يتهلا في الاب وفي الام، ويتهلا في الام ويتهلا في الاب ديالو، ما ينساش علاش الاب ديالو اخوتي هو المنو اللي خرج ديك بنادم هذاك، وهو السبب ديك بنادم هذاك.
كما كان هو جار الوالده او لا تعاشر مع الوالده حتى تزوجو او لا كذا وحتى خلقتي انت راه ما كاين والو بالقدره الالهيه. الاب كيدي بزاف الحالات وكانوا معنا داخل في السجون، كاين اللي كيجيبوه على المخدرات، كاين اللي كيجيبوهم على النص، كاين اللي جابوهم حتى على السرقه. ومني كنبقاو نبحثو داخل الحبس كنجبرو انسان ما بيدوش وما عندوش بوبري وكثر عليه الحمل، كاين اللي كان عاوا ومراته ولا اربعه خمسه النفوس، عنده ثلاثه الدراري والمراه اربعه، وكيخصو الكرا وخصو الماء والضو وخصو بزاف السيارات اخوتي، حتى كيولي بنادم يندل وما خلى ما عملو. كنعرفو رجال كيمسحو الصبابط، كنعرفو رجال كيخدمو في البني، كنعرفو رجال كيحفرو القوادس، كنعرفو بزاف د الحالات اللي ما كتخدمهمش المراه اخوتي. المراه فعلا وصلت واحد الدرجه كبيره، بالحق الراجل مشى فواحد الدرجه د العذاب والالم والخدمه وتماره والتحك في الارض على ولادو على مراتو على ولادو فواحد الشيء كبير. كاين اللي مسكين كيطلع شكاره السيما باربعة خمسة طبقات والله العظيم، وطلع بنادم ما يعاود يعملها مره اخرى وخا يعطيوها اللي عطاوه بالحق من اجل ولادو، وطالع ديك اربعة خمسة طبقات والعراقة مسكين هو دالو من عينه وشي حاجه تشوفه والله تعز عليك وتشوفو باش يجيب ديك الطريب ديال الخبز لولادو في العشيه. اما كيقدرش مسكين تيجلس وما يقدرش ياكل حتى ديك العطه ديال الخبز بحالو بحال الناس، كيوقع بحال هذا كيطيح مقتول، عرفت انه مقتول ديك تماره وديك العذاب وديك كذا. مفارق الحمار عبد السميه، هذاك السميه الحمار حيوان حاشاكم، وهذا حمار بشري اللي تماره اللي كيضرب وكتعرفو الثقال. كاين بنادم انتوما كتعرفوها اخوتي، بعض الاباء كيجيو الكروسه راه اكثر من يهز الهوندا او فرغونيطا وهز عليه يدو مسكين وغادي، وكتعرف من مدينه لمدينه ولا من حومه لحومه، وهذاك كيجر وتماره ديالو وحوايجو مقطعين ومدلول وكلها من كيعيط له انسان علاش على هذيك المصروف العيال. حنا ما نعطيوش الحق للام، فعلا نعطي الحق للام ديالنا كاملين كنتعاطفوا معاها وكنتعاطفوا مع الامهات العالم كامل والمسلمين كاملين، فهمتي اخوتي؟ بالحق الاب راه واحد الشيء كبير، انا يعني الاب ديالي هو اللي كيفكرني في هذا الشيء هذا، على جبرت على الله والاب ديالي حتى هو غامر معايا حتى داه الله سبحانه عز وجل. وحتى واحد قلنا لكم اخوتي ما كيبغي ابنه يكون احسن منه او شي واحد يكون احسن منه من غير ابنه اخوتي، هو الاب. الاب كيبغي ولادو يكونوا احسن منه، والغابه اللي ما فيهاش السبع اخوتي راه ما فيها والو، الغابه اللي ما فيهاش السبع بالدارجه الدار اللي ما فيهاش الراجل اخوتي كتكون ضايعه شويه، ضروري من الراجل. اي هضره كتهضر مع شي مراه كتقول لك انا ما عنديش الراجل اللي يخدم عليا واللي يعمل لي، اذا ها الراجل هنا مهم، ها الراجل ولينا هنا كنهضروا عليه بزاف. الا ما كانش الراجل غيكونوا شي ولاد، الا ما كانش الراجل عاد تكون شي تحركات، عاد تكون شي حياه دايره في وسط ديك الدار، راه الراجل هو اللي كيهز العيب كامل، الراجل هو اللي كيهز الدقه كامله. الا كانت الوالده حملت بكم انت عندك 9 شهور، الوالد ديالك راه حامل بكم من النهار اللي تزادتو كاملين، من النهار اللي دا الوالده ديالك، هو في تماره، هو في العذاب، هو في الالم باش يكون ولادو احسن منه، ويسمع عليهم هضره مزيانه، يمشي عليهم للجحيم، شي يمشي عليهم للجحيم، الوالد راه شي حاجه في راسه اللي ما كيعلم بها على اللي خلق الدنيا والدين، على ولادو غيمشي للجحيم. فعلا كانوا معنا في الحبس وكذبوا وسرقوا وباعوا المخدرات وما خلاو ما عملوا من اجل ولادهم، وعارفين دير الله سبحانه عز وجل كيقول ديك الشيء حرام، وانايا ما كنغفرش من بنادم وهو عارف هاد الشيء هذا بالحق من اجل ولادو، راه عمل هاد المصايب هادي وتبع طريق الشيطان باش يوكل ولادو، باش يعيش ولادو، ما يشوفش ولادو مدلولين، ما يشوفش ولادو ناقصين، ما يشوفش ولادو مسيبين في الزنقه. هذا هو الاب، وبزاف ديال الاباء وكاعشوا معانا داخل الشيء، والله العظيم كنت كتسمعوا كيفاش كيهضروا على ولادهم بواحد الحرقه بواحد العذاب بواحد الالم، كيهضر على المراه ديالو ولادو وما يمكنش، وكيقول لك ما عندي ما نعمل اخي، انا اش عادي نعمل، انا لا ما عملتش هذيك راه ما عندي ما نعدل، ماشي ندين ولادي ياكلوا. هذا راجل كيعرفوا المغاربه كاملين والعرب كاملين، وهما كيسمعوني وكيعرفوني وكيعرفوا هاد القضيه وهاد القصه هادي. البارح حضرنا لكم على الوالده كيفاش كتكرفص مع ولادها وكيفاش كتغطي على ولادها. بالحق الوالد بزاف الناس ما كيهضروش عليه وما عارفينش عليه، بزاف ديال الشباب ما عارفينش الوالد وما عندهمش النغمه ديال الوالد شنو هو. راه الوالد اخوتي خمم عرس ملي كيدخل الوالد للدار كتولي واحد التحركات حاله خاصه، اذا كاين السبع في الغابه، كاين الوالد، خمم الدار بلا والد راه شويه مرخوف اخوتي على الوالده، واللي بغات شي حاجه كيعملها. بالحق حيت كيكون الوالد كيكون واحد الوالد انسان شابر الطريق وكذا وباغي ولادو مزيان وباغي كذا، لا بالبنت لا بالولد ضروري كيعمل لهم كاميرا في الحياه ديالهم، ضروري شنو عملتي وشنو قريتي وفين مشيتي وفين جيتي وفين كذا.
اما الوالده هي باش محبوبه بزاف. انا قلت لكم كتستر على ولادها، والمحبه والعاطفه خارجه الطريق وزايده اللزوم هي اللي كتسبب ديك الشباب كيخرجوا الطريق. ضروري خصنا نزيروا ولادنا شويه ونتعودوا معاهم ونتعودوا معاهم ونوريو لهم الحياه ونوريو لهم الحباري. هو الوالد اللي كيوري هذا الحباري، الوالد اللي كيخاف على ولادو، الوالد اللي كيقول لهم الغابه قبيحه، الوالد اللي كيعرف الولاد يقدروا يضيعوا في رمشه عين. علاش هو كيغوت شحال من واحد سامح في مراته وفي ولادو من اجل هذا الشيء هذا المشكل هذا؟ علاش انا في الزنقه وانتينا في الدار؟ انتينا اللي عملتينا هاد الولاد، انتينا اللي قابلتيهم، انتينا اللي السبب باش طلعوا هيدا. عدد الرجال مع النساء ديالهم كيوقع لهم هاد النزاع هذا، كيوقع لهم هاد الخصم، كيوقع لهم هاد المصايب هادي بيناتهم على سبب الولاد. الوالد ما عمرو كيكره ولادو، يكذب عليكم كذاب، ما كاينش شي واحد كيكره ولادو. والوالد كثر، الوالد كيبغي ولادو يكونوا احسن منه، لا بنت لا ولد. شتي الوالد يبغي البنت تكون بحال الراجل، علاش هو راجل كيبغي بنته تكون راجل؟ هادي عداد الرجال كنعرفوهم فيهم هاد الخصايل هادي. والله العظيم بنته كيبغيها تكون بحال الراجل، بحالها بحال خوها، بحال عائلة ديالها تكون راجل، ما تكونش عا بنت وصافي، تكون مقيده وتكون انسانه تبع الطريق ديالها وتكون ملتزمه وتكون بزاف ديال المصايب. اذا الاب كيبغي هادشي هذا، كيبغي ابنه كيبغي بنته، ماشي عن واحد. وما كيفرشش الوالد، ما كيفرشش بين هذا وهذا. الا هضرتي مع الوالد تقول له الوالد واش كتبغيني ليلي، كيقول لك اسمع ولدي انا هاد خمسة الصبعين، شوف هاد الصبعين كتشوف ديك الصبعين، كيقول لك بحال هذا بحال هذا بحال هذا بحال هذا، انتوما كاملين بحال بحال، اللي قطعتو يحرق. انتوما ولادي ما كاينش واحد كنبغيه اكثر من اخر، انتوما ولادي كاملين وبحال التصبيعه تاع ولادي. ما نقدرش نبغي هذا ونخلي هذا، كما كنبغي هذا كنبغيك ليلى وكنبغي هادي وكنبغي اختك وكنبغي يما وكنبغيكم كاملين. علاش؟ هو اللي خسر، هو اللي جمع ديك القاعه، هو اللي كيمشي يدمر، هو اللي كيمشي يدور في القاعه، هو اللي كيمشي من برا، هو اللي مخلط مع المجتمع، هو اللي كيهز الضربه، هو اللي كيدابز مع البشريه برا والصراعات وكذا باش يجيب ديك العطه الخبز. اخوتي وبزاف كنسمعوا الناس ما كيهضروش على الاب ديالهم بحال اللي كيهضروا على الام ديالهم. كنقولوا لهاد الشباب ملي تكون كتهضر على الام ديالك هضر على الاب ديالك وافتخر به. انسان راه الاب ديالك هذاك، ما تخليهش، ما نعملش الفرزيات، ما نعملش المنظر ديال الرصيص. فعلا الوالده عزيزه وغاليه، حتى الوالد كذلك ومثال. ما كاينش واحد كيدابز مع الاب ديالو اولا كيتخاصم مع الاب ديالو، راه ما اخترتيه لا انت ما اخترك هو. هادي كون ميقن باش تقول له واش ولدتيني وما كنتيش موقد، هو ما اختاركش وانت ما اختارتيهش. المكاتب ديال الله وديك الشيء من عند الله سبحانه عز وجل، وما على سبب في الدنيا، هو على سبب باش خلقتي وجبرتي الاب ديالك هو هذاك. شحال من واحد دابا ما كيرضاش بالاب ديالو، مسكين حمال كيمشي يخدم في المارشي اولا كيخدم شي بلاصه حمال او في الخزاين ولا كذا. لا خويا لا، هذاك راه راجل بدراعه كيجيبها بعراقه، حتى هو في المجتمع عنده قيمه وش عند الناس الكبار. كيقول لك شو ديك الراجل قاضي حاجه باش ما عطى الله وطلع ولادو بخير. عدد الناس بالعرق ديالهم قروا ولادهم وداهم في واحد الشان كبير، ولا ولادو انسان فاتو شي حاجه كبيره عند الله سبحانه عز وجل، ومسؤولين في الارض، مسؤولين في الارض حتى هما باش بديك العرق وديك الكلام ديال الوالدين وتصنتو كدا وماشي دقه دقه وربى ولادو وعايش بولادو حتى كيديمو الامانه امانته. والله يسمحنا من الوالدين اخوتي، الله يسمحنا من الوالدين اخوتي الشباب. ديما كنقول لكم تهلاو في والديكم وتهلاو في اللي عزيز عليكم. علاش هاد الاب هذا؟ علاش جبنا لكم هاد الحلقه هادي؟ الكمال ديال الحلقه اللي فاتت، كمال ديال الحلقه اللي فاتت هذا هو الكمال ديالها. هضرنا على الوالده بزاف وندخل في السجون، كاينين رجال معانا بزاف، وهاد الرجال هادو النص الكبير مجوج وعنده ولادو وكيتقطع عليهم، كتعرف داخل معانا في الحبس الهضره عليهم. والله العظيم كاين بعض الرجال معنا في السجون داخل والله ما كينعس من اجل ولادو وشريكه حياته، هذيك المره اللي خلى برا وديك الولاد. علاش؟ واخا جا للحبس وعمل غلط وعمل بزاف ما يتقال وجا للحبس، كيقول انا والله العظيم عام من اجل ولدي، كون ما كانش هاد العيال والله ما نعمل هاد الشيء هذا، كون ما كانش هادي والله ما نعمل هاد الشيء هذا. الظروف حكمت عليا حتى حادت يدي، اولا الظروف حكمت عليا حتى حادت الممنوعات، الظروف حكمت عليا بزاف الحاجات، ما نقدرش. عندي الكرا وعندي كذا وعندي مصاريف وعندي هادي وعندي هادي، وما عندي لاين وعندي الدراري كيقرا وعندي هادي، ما يمكنش. وهيداك كيغامر بحياته مسكين، ويغامر شحال مره الوالدين كياكلوا الدق برا وما كيقولوهاش لولادهم، كيعملوا شي حاجه وكيوقع لهم شي مشكل مع البشر برا، وكيوقعوا شي نزاعات خطيره، ومساكن كياكلوا الدق ويجي عند ولادو مالوك، والله ما يقول لهم انا كليت الدق باش جبت ديك جوج كبار اللي نتوما عايشين بها اولا كتقراو بها اولا الكرا او شريت هاد الدار هادي وتابعيني في حياتي وكذا. وهادي علاش ديت نتاع الناس تاعنا ما يقدرش يقولها، الدم تاع الناس باش يعيش ولادو ويدرق ولادو، وهو مسكين الهاويه داخل في الحبس. عدد الناس عاطين تيكت
كيجيبوهم على التيكات للحبس وكذا وهادي، وتجي تبحث كتعرف كيضرب الحبس مسكين وكذا وهادي، هاي طلقوه عاو يجيبوه هو، علاش؟ عنده البنات وعنده الولاد، كتبر خمسة ستة الولاد، وعاد كاري ما عندوش، كيعمل عطالون ديال التيك وشي جوج كبار في البنكة، وكيبقى يقرح في بنادم باش يقري ولادو باش يعيشهم، ما يحسوش زعما حتى هما بحالهم بحال الناس، الوالد ديالهم بخير ومكن في هاد الحياة هادي. الأب أخوتي، الأب راه واحد الراية خطيرة، الأب واحد المقدسة حتى هو خطير، ماشي على الوالدة. راه الشوكة د الوالدة خوتي راه عداد، نحنا شفنا من والدينا الشوكة د الوالد قاصحة وسخصيو عليها، باقا الوالدة تحن تحن عليك، وما الشوكة د الوالد إلا غرزها بنادم سخصيو عليها الناس كبار وسخصيو عليها العلماء، الشوكة د الوالد قبيحة. على حساب أنا قلتكم أخوتي، هو اللي تعرى بالليالي، هو اللي مرضتي كنتي باقي صغير عاد زدتي، يلا زدتي السيمانة الأولى أولا النهار الأولي، خصو السابع خصو يعمل لك الذبيحة، خصو يعمل بزاف ما يتقال، وما عنده تا درهم، وكاين مسكين يسلف ويتكلف، شحال بعد شحال واحد باع الورد ديالو، شحال واحد مشى سلف بالكريدي، شحال واحد عمل كريدي دوبلي وخلص دوبلي من أجل ولادو، ومن أجل ولادو عمل خروقات بزاف باش يعمل السابع، والنهار اللي كيعمل السابع وفرحان ديك السيمانة كاملة، كيضرب ديك السيمانة وهو فرحان عاوكا تمرض. ولد باقي عاد خلاك كتقول سخانه، كتقول كدا جري بينينا جري بينينا، وضروري خصو يحضر ديك 4 دريال باش يديك للطبيب، وما عندوش يسلف ويدمم ويبكي ويشكي على الكبير والصغير وعلى السوا واللي ما يسواش باش يديك يداويك، فهمتي؟ وتابعوا الكرا وتابعوا الموضوع، حنا قلنا لكم المصاريف ديال الحياه اللي داومه، فهمتي؟ كما كنقولوا حنا بالداريجه، النهار اللي كيتزوج الراجل القفة حتى يتوفى، المصرف هو هذا اللي كنهضروا عليه، القف واحد تيتوفى هو بنادم حيت كيتزوج ديك البنت ويدخلوا في واحد الحياه جديده، هي هذه الحياه اللي كنهضر لكم. علاش كنقول لكم الله يسمح لنا من الوالدين والوالده والوالد والوالد كثر، علاش؟ الله يسمح لنا من الوالده كتعيش هذيك جوج المملكه، هذيك مملكه داخل الدار وخارج الدار، الوالد هو اللي كيشوف شنو خصنا وشنو كذا، هو الامكانيات كامله، العمود الفقري ديال العائله هو الوالد. وسخصي وسولوا اخوتي الهضره اللي كنهضر معاكم، عاشوا معايا داخل السجن، عاشوا معايا داخل السجن، تاوت مع الالوف من اجل ولادهم، وتاوت مع الالوف من يجوجوا البنات ديالهم، ما عنده تا درهم وخصو يجوج بنته، ماشي هو هي خطبه بنادم، هو كيدبر للراجل اخوتي، شنا الرجال والله الا دبروا الرجال من البنات ديالهم، ما عندوش وناض هاي داك سلف وتكلف وكذا ودبر، ما خلى ما عمل باش عمل لها الدويره ديالها، عمل بنته ودبر الراجل باش بنته مابقاش تدور قدامه، باش مابقاش يكدا، ضروري كيصنع لها حياه ديالها، والراجل هو قدامه حتى هو كيكبر فيه وكدا هادي، ويبغي يكون احسن منه ويكون متشدد ويكون انسان معقول، ويتصار واخا هو باهم يمكن حيد من المعقول وكذا، كيحاد يدو شي حاجه ولا في المحرمات ولا كيبيع الخمر ولا كيعمل شي حاجه في المحرمات وكدا، وما يبغيش ولادو يكونوا بحاله، كيقول انا بغيت ولادي يكونوا احسن مني، علاش؟ هو خصو يكبر على ولادو باي طريقه، هو عصى الله وعمل الاجرام وعمل بزاف المحرمات، والله سبحانه عز وجل كيشوف ديك الشيء هذاك كيقول لك انا الله يغفر لي والله يسمح عليا، ما نعملش عا شي حاجه ماشي هي هذيك، انا بيني وبين اللي خلقني على ولادي، والله عالم على كل شيء. اش كنقول لكم اخوتي الشباب، الوالدين واحد المقدسات خطيره، وناس اللي ما عندهمش الحل، الوالده والوالد، عدد الناس كيهضروا على الوالده، وهضروا اخوتي الشباب تاع الوالد، وتكبروا بالوالد ديالكم، واخا يكون كما كان الحال، يكون بناي ولا يكون كيخدم في البلديه ولا يكون كيجف، اي حاجه كيعمل الوالد راه كيعملها من اجل ولاده ماشي من اجله هو، فهمتي اخوتي؟ وافتخر بالوالد ديالك واخا يكون كيعمل اي حاجه، علاش هو عمل ديك الشيء من اجل ولاده كيجيب العطه بالخبز، ماشي انا الوالد ديالي كيخدم مع الناس، ماشي هو هذاك، ضروري خصو يكون الوالد ديالي غني، والغني هو الله سبحانه عز وجل، او يكون الوالد ديالي بالصوره اللي بغيت انا، او بالطريقه اللي بغيت انا، الا الحكم ضل الله، وديك الشيء الله سبحانه عز وجل، ماشي ديالي ولا ديالك، دائما بنادم من يهضر على الوالده، يهضر حتى على الوالد، وديما يقدمهم بجوج، الوالده والوالد. الله عمر سلعة، والله يسمحنا من الوالده ويسمحنا من الوالد، والله يسمحنا من الوالدين، علاش بنادم كيقول الله يسمحنا من الوالدين؟ هي واحد المجمع بجوج بيهم، الله يسمحنا من الوالدين، ماشي الله يسمحنا من الوالده، وديك الوالد اللي ضرب الليالي بوبري واللي خلص الكراوات واللي كلا الدق بالزنقه واللي حكوا البشر من اجل ولادو، وبزاف الحاجات وقعوا له من اجل ولادو، هذا ما حتى واحد ما يشوف فيه. الله يا خوتي، الله يا خوتي الشباب، واللي شاف هذه الحلقه هذه يعمل ابوني ويعمل جيم، هذا الكمال ديال الحلقه ديال الوالدين، والله يسمحنا من الوالدين، والوالدين اللي كانوا معنا في السجون مساكن قصوا العذاب وقصوا المحن من اجل ولادهم،
والله يسمحنا منهم اخوتي الشباب، وتهلاو في والديكم، ماشي نتوما كتختاروهم ولا هما كيختاروكم. المكاتب ديال الله، كما كان عندك الاب افتخر بها وكما كانت عندك الام افتخر بها، راه حنا في هاد الدنيا عباسيو بحال اللي كنقولوا، عندنا واحد التعبئه عاد سالا، رصيدكم غير كافي بهاد الحياه، كل شيء عيتقاضى يبقى وجه الله، الكمال لله ماشي للعبد المخلوق. وسمحوا لنا بزاف اخوتي الشباب، وتهلاو بوالديكم، انا كنقولها لكم تهلاو بوالديكم، اليوم الدنيا غدا اخره، وكنقول لكم تهلاو بوالديكم وتهلاو كما انت كتجيك النفس على ولادك، راه داك والدك دعم. علاش الوالدين كيقول لك دعم ولادك؟ العرب بحق الوالدين، والوالد صاحبي، والوالد واحد المقدسات، واحد الشيء خطير في الحياه. وحنا كنشوف عادات الناس على الوالده، اللي جبرتها كيغني كيغني على الوالده، اللي جبرتها كدا كيهضر على الوالده، راه الوالده صاحبي. واش انت ما عندكش والد؟ عملتك الوالده عام وحده، شنو هذا؟ راه الوالد يكون كما كان الحل اللي عطى الله في الدنيا، هو هذا، ماشي انت اللي كتحاسب ولا انت اللي كتغفر. هو ما خلى ما عمل ما عطاش الله، او لا ما خلى ما جرى ما عطاش الله، ما كونش منه. اش غادي نعملوا له؟ نعاقبوه في الدنيا نكملوا عليه، حين نعمل ولاد نكملوا عليه. لا اله الا الله محمد رسول الله. وسمح لنا بزاف اخوتي الشباب، الشابات بحال البنات بحال الاولاد، سامعوا طلب والديكم، طلب الاباء ديالكم، وطلب الوالده ديالكم، والاباء حتى هما ما تطيحوا لهم شي اخوتي، راه كيكبروا حتى هما وكذا. والله سبحانه عز وجل وصانا على الوالدين بالوالد احسانا، وطيعوا الله وطيعوا الوالدين وطيعوا اولي الامر منكم، الله يرضى عليكم. راه الوالدين واحد الشوكه ديالهم قبيحه، وسمحوا لنا بزاف اخوتي الشباب، وتهلاو بالوالده والوالد. وهذه هي الحلقه التمد، الحلقه اللي تلاقنا هذا البارح. وسمحوا لنا بزاف اخوتي الشباب، وتهلاو بوالديكم اللي تابع الفيديو، يعمل ابوني ويعمل جيم وبارطاجي معنا الفيديو باش تطلع هاد القناه، حنا نعيشوا معكم اخوتي، حتى حنا نعيشوا معكم، عينا عايشين، هذا باقين على الله. وسمحوا لنا بزاف، وعاش الملك.